غندخلوها للفران. انا الشليل بليتيني بالتخمام، نتمشى وسط الظلام، مسافر بلا قنديل. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة جديدة في قناة الحياة مع سميرة. اليوم سميرة غدي لكم وصفة جديدة اللي هي كيك بالتفاح، واللي غتحتاج فيهم المقادير سميدة رقيقة، ياغورت ناتشيغ، تفاح محكوك، كاس ديال الزيت، نص كاس سكر، كاس حليب، جوج بيضات، و قطعة ديال التفاح، جوج فاني، وجوج خمارات ديال الحلوى. بالنسبة للشربات غادي تحتاج ماء الزهر حامض والكونفيتور، هاد الشربات من بعد غادي نوريوها لكم، والملح يا كسميرة قرصة ديال الملح. المهم على بركة الله نبداو. نبداو بجوج البيضات، نضربوهم، نزيدو السكر حتى هو يتخلط مع دوك جوج البيضات كاملين. نضيفو الياغورت، ياغورت ناتشيغ يا كسميرة، ياغورت ناتشيغ داك العادي، ما كبير ما صغير، داك اللي كيتباع في الحانوت ولا في لي سوبر مارشي. نمزجو العناصر جيدا حتى ينسجمو. ملي مزجنا مزيان شنو غنضيفو سميرة؟ تفاح محكوك. شحال من تفاحة؟ جوج تفاحات. ونخلطهم مزيان. دابا لافاني، نزيدو دابا جوج ديال لافانيات. وكاس ديال الزيت. نبقاو نجمعو في العناصر عاوتاني. حتى ينسجمو. لما مزجنا مزيان العناصر كنضيفو كاس ديال الحليب. وكان مزجو تا هو مع داكشي العناصر اللي دارو من قبل. ودابا نديرو السميدة زين. ونبقاو تنجمعوها مع العناصر جيدا. نزيدو الملح، نزيدو جوج خميرات، جوج خميرات ديال الحلوى.
بون في المول ديالنا. نحطو الكميه كامله ومن بعد نحاولوا عاده نوزعوها بطريقه متساويه على المول ديالنا. من بعد ما حطينا الخليط كله في المول كنضيفو التفاح بهذه الطريقه. كنبقى بحال هكا حتى كنضيفو التفاح على الكميه كامله. منين ضفنا تقريبا الكميه كلها كنحاولوا نغطيو كاع البلايص بالتفاح. كندخلوها للفران شحال درجه الحراره؟ 170 درجه. المده مبدئيا شحال؟ تمت نص ساعه ما بين 20 30 دقيقه، ولكن ردوا معاه البال حيت كل واحد والفران ديالو. المهم نتلاقاو من بعد باش نوريها لكم داخل الفران. غندخلوها للفران 180 درجه ما بين 20 و 30 دقيقه. ها هي الكيكه ديالنا بعد ما خرجت من الفران، خدات نص ساعه ديال الطياب. وها هو الشربات اللي وجدناه بالماء، الماء قبيله قلت لكم مازال لا، الماء عادي وحام كاس حامض كاس ماء وكونفيتور كيتغلاو ياك في الماء. المهم كيتغلاو حتى كيوليو هكا شربات، وهي هو اللي غادي نديروه دابا. غتورينا سميرة كيفاش غادي نستعملوه هاد الشربات. كنسقاو به غنضيفو هكا الكيكة ديالنا، كنبقاو نحفرو ليها باش يدخل داك باش تشرب ديك الشربات. كنبقاو بحال هكا حتى كنحطو الكمية اللي غادي تشرب لنا الكيكة ديالنا. الكمية كاملة ديال الشربات ديالنا وهي سخونة غا كتخرج كنديروها فيها، دونك كنخليوها تا تشرب مزيان وتتبرد عاد من بعد كنقدموها. دونك كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تعجبكم تكون عجباتكم ونتمنى تروق لكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه. الشليل بليتيني بالتخمام، نتمشى وسط الظلام، مسافر بلا قنديل، مهدود الحنين نعفر في ليالي.